وسهلا بكل أصدقائنا ومشاهدينا الجداد بحلقة جديدة ويعني كتير مميزة، لأنه بالنسبة لألي دايماً حلقات أبطال كتاب مميزين كتير. فهذا الشيء رح ننطره ورح نشوفه، لأنه كارين هيك عم بتقول. أنا كمان بدرحب بكل مشاهدينا وبكل أصدقائنا اليوم بحلقة جديدة، أكيد جاهزين وقريتوا معنا كتير منيح من أعمال الرسل وجاهزين للاتصالات وللأسئلة. طب خليني أسألك يا إلي، كيفك أنت اليوم؟ أنا كتير منيح كارين، نشكر رب. أوكي، وأنا يا إلي كمان كتير منيحة وكتير فرحانة ومحمسة إنه نستقبل اتصالات جديد من أصدقائنا ومشاهدينا. تعرف يا إلي، الحلو بأبطال الكتاب إنه أول شيء علينا نعمله هو إنه نقرأ بالكتاب المقدس. أديه حلو إنه أنا أقرأ بالكتاب، أديه حلو إنه أنا أتعرف على الرب أكتر من خلال كلمته يلي بتغيرني وبتغير كل الظروف يلي أنا بقطع فيها. أمين يا كارين، وخاصة كنا عم نحكي أنا وكارين قبل الحلقة إنه أديه عم نتعلم من أعمال الرسل وعم نشوف المواقف يلي عم يقطعوا فيها التلاميذ والرسل وبولس، عم نقدر نتعلم منه وكمان لكارين نشتغل على حالنا لحتى نطبقها بحياتنا 100%. وهلا يمكن أصدقائنا عم بيفكروا، طيب أوكي قرينا بالكتاب المقدس يلي شو بنعمل؟ خلص منسكر ومفوت مننام؟ لا أكيد لا، بدنا نتصل بحلقة أبطال الكتاب لأنه بعدها ببدايتها يا كارين، النوم بعد مأخر وقته. فإذا أصدقائي، أرقام التليفونات رح تكون عم تمرق قدامكم هلأ على الشاشة، والخبرية الحلوة واللي أكيد كانت مفيدة جدا لكتار يا كارين من أصدقائنا، إنه صرتوا قادرين تتواصلوا معنا من خلال الواتساب، يعني من خلال الرقم يلي عليه لوجو الواتساب تقدروا تتصلوا معنا وتقدروا تشاركوا وتجاوبوا على السؤال وينزل اسمكم بالبوكال. وأصدقائنا لما ينزل اسمكم بالبوكال رح يكون عندكم الفرصة إنه تربحوا جوائز. إلي في عنا جوائز أسبوعية وجوائز شهرية، والجوائز طبعاً كتير 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 حلوة منشوفهم هلأ. بس قبل إنه نسيت جائزة البونس. أوكي مزبوط، فخلينا نشوفهم سوا. لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب، جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم: ساينس أوف كاندلز، ماستر مايند، فلاينج ساينس، والسولار سيستم كيت. أما الجائزة الشهرية الكبرى لهالشهر فهي إنستنت كاميرا، اللي بتخولكن تصوروا وتظهروا أجمل الصور بثواني. وفي حال كان البونس من نصيب حدا منكن، فجوائزنا إلكن هي لعبة الشطرنج، فوتو فيور، بيكشنري، وطابة فوتبول. لكن أصدقائنا هول هن جوائزنا، وكمان بدي أخبركم خبرية كتير حلوة، إنه مش بس هول الجوائز يعني، في عنا فرصة كمان ثالثة إنه نربح جائزة يلي هي عبر صفحتنا على الفيسبوك. فرصة رابعة، فرصة رجعت نسيت البونس رابعة. مزبوط، يا الله ليه عم ننسى البونس يعني اليوم. لكن الفرصة الرابعة أصدقائنا كرمال نربح جائزة كمان رابعة، وشو اسمها يعني صفحتنا على الفيسبوك؟ معقولكم مثلاً أبطال العالم؟ لا، بعد عندك احتمال واحد. أكيد صفحتنا اسمها أبطال الكتاب أو بايبل هيروز، إذا لهلأ بعد ما عملتوا لايك للبيج، مع أنه أنا بشك يا كارين، لأنه أنا أكيد أنه كتار 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 من متابعينا وأصدقائنا صاروا عاملين لايك. فوتوا على الصفحة، فوتوا على السؤال يلي هو: ما هو اسم أول شهيد في المسيحية؟ أكيد اكتبوا بالكومنت الإجابة يلي بالنسبة لكم صحيحة، وهيك بتكونوا عم تزيدوا فرصكم للربح، وبلكي يمكن بعد حلقة أو حلقتين بدنا نعلن عن اسم الفايز بهذا السؤال. أوكي، يعني هلأ معنا أول اتصال لنا اليوم. ألو؟ ألو، بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ نور. نعم، كيفك يا نور؟ منيحة. يلا أي رقم اليوم حتختاري معنا؟ 25. والسؤال يا نور بيقول، السؤال رقم 25 هو: هل كان بولس يقيم مع أكلا وبرسكلا قبل أن ينتقل إلى يوستوس أو للإقامة مع يوستوس؟ نعم أم كلا؟ وبلش الوقت.
كلا فكر منيح يا نور. نعم. اوكي نعم، خلينا نشوف الإجابة. والإجابة صحيحة، لأنه بولس كان ساكن مع أكيلا وبريسكيلا، خاصة أنه كانوا يا كارن بيشتغلوا نفس الشغل يلي هو بيشتغله، يلي هو صناعة الخيام. أوكي فكانوا يعملوا خيام. هي معنا اتصال. لا يا إلي، بس أنا اليوم بدي أسألك كمان، لأنه يمكن أصدقائنا أو في حدا هلأ دور التيفي وعم بيحضرنا، فعم بقوله كارن وإلي من وين عم بيقروا بالكتاب المقدس اليوم؟ اليوم يا كارن قراءتنا رح تكون من إصحاح 17 وأوائل إصحاح 18، يعني أول يمكن 10 أعداد أو 12 عدد من إصحاح 18، ولكن رح نتأمل ورح نحكي ونتعلم من إصحاح 17 شو صار مع بولس بمدينة أثينا. طيب يا إلي، قبل ما نبلش خليني بس هيك استغل الوقت بما أنه ما في اتصال وخبر أصدقائنا عن صفحتنا يلي كنا عم نحكي عنها أبطال كتاب أو بايبل هيروز، يلي كمان عنا الفرصة أنه نحن نبعث فيديو عليها نقول شو اسمنا والعمر ومن أي بلد. لازم هيدا الفيديو أصدقائنا ما يتعدى 30 ثانية، وبقلبه أنا بقول شو عم بتعلم من خلال الإصحاح يلي عم بقريه، إن كان من خلال الإصحاح اللي عم تشارك فيه بأبطال كتاب أو غير إصحاح. أمين يا كارن. معنا اتصال كمان من صديقنا جورج كامل. ألو. ألو. مساء الخير يا جورج. مساء النور. كيفك اليوم؟ منيح. جورج كنت عم تقرأ معنا منيح من أعمال الرسل؟ أكيد. أكيد. يلا أي رقم لكان رح تختار اليوم؟ 11. 11. رقم 11. وسؤالك يا جورج بيقول بولس بعد أثينا ذهب إلى تسالونيكي، كورنثوس، أفسوس أو كولوسي؟ فكر منيح يا جورج وبلش وقتك. كولوسي. سوري جورج، ممكن تعيد إجابتك لحتى أسمعك بوضوح؟ يا جورج جورج عم تسمعني؟ جورج بعده عم بفكر يا كارن. كولوسي. جواب نهائي او بدك تفكر بعد تعطيني جواب نهائي يا جورج؟ الثاني كورنثوس. اوكي كورنثوس هي الاجابه الصحيحه. انا حسيت انه جورج كان متردد، يمكن عارف الجواب بس كان متردد انه يعطينا الاجابه الصحيحه. برافو يا جورج. اصدقائنا بعدنا باول حلقه وناطرين اتصالاتكم. بلشنا نتلقى اتصالات على الواتساب يا كارن، بس يا الي في اتصالات هيك عم بيضلوا يعطي كونكتينج فما عم نقدر ناخذ هيدا الاتصال، فمشان هيك بنطلب من اصدقائنا اللي عم بيجربوا يتصلوا فينا بس ما عم بيعلق الخط انه ضلكم عم بتحاولوا. اكيد نحن بنحب انه نحكيكم نتعرف عليكم اكثر ونتعلم من الكتاب المقدس. طيب يا كارن، فاذا كنا عم نشوف ببدايه الاصحاح 17 انه بولس كان بمدينه تسالونيكي. اوكي ومن بعدها صار قبل ما نروح يا الي مع بولس ونشوف شو صار معه، في معنا اتصال. اتصال صح. من اي مدينه؟ من لبنان. اوكي الو الو. هاي ماري. هاي كيفك؟ منيحه. اشتقنا لك يا ماري. هاي هاي، عم تسمعينا؟ ماري بس إذا فينا نطلب منك تسمعينا من التليفون بليز مش من التلفزيون. وأنا كمان. أوكي يا ماري، أي رقم حتختاري اليوم؟ فان. رقم 20. ويا ماري السؤال رقم 20 بيقول تكلم الله لبولس برؤية فيه الليل، الصباح، الظهيرة أو المساء؟ فكري يا ماري وبلش وقتك. الليل، الصباح، الظهيرة أو المساء؟
ظهيرة. ماري هيدا جوابك الأخير؟ إيه. مأكدة؟ والجواب يا ماري الصحيح هو الليل، لأنه الله تكلم مع بولس في الليل، يعني حتى يا كارم مش في المساء، مساء يعني عم نحكي الساعة 6 أو 7 أو 8، بس هو تكلم في الليل، أوكي؟ فبدنا نشجعك يا ماري لمرت الجاي لما تتصلي فينا، ما بدنا إياكي أول شيء تزعلي هلأ، ولكن تقري منيح بالكتاب المقدس لحتى لما نسألك تكوني عم تعطينا كمان جواب صحيح مثل ما كل مرة بتعملي. هلأ معنا اتصال جديد على الواتساب، ألو؟ ألو؟ بونسوار. بونسوار. مين معنا؟ ريتا من لبنان. كيفك يا ريتا؟ كيفكن؟ نحن منيح نشكر رب. منيحة، كيفكن أنتو؟ منيح. ريتا في عزوك بس تعطينا العيلة بليز؟ بردويل. بردويل. أوكي يا ريتا، أي رقم حتختاري معنا اليوم؟ ساز. ساز، رقم 16. وسؤالك يا ريتا اليوم بيقول كلمة السر. الهيئة الكلمة شوي طويلة، جاهزة؟ أوكي. أوكي. هي اسم امرأة مؤلف من 7 أحرف، وهي زوجة أكلا في بداية الإصحاح 18. ولساعدك أكثر مرق اسمها هلأ معنا من سؤالين تقريبا، زوجته لأكلا. رح بلش الوقت يا ريتا، وبتقدري تعطيني اياهم حرف حرف، مش ضروري تعطيني الكلمة. بريسكالا. سوري ما سمعتك. باء. باء. اوكي. راء. راء. بريسكالا. بريسكالا، يعني ياء وسين وكاف ولام والف، وجواب صحيح لريتا. برافو يا ريتا. انا عن جد بفرح كثير من اصدقائنا خاصه بكلمه السر. صح. ليش؟ لانه فيها اوقات صعوبه بالنسبه للاسماء، بس هذا ببين قد ايه انتم عم تقروا وعم تركزوا على القراءه. هلا معنا اتصال جديد من صديقنا كريستوفر. الو. الو. مساء الخير يا كريستوفر. الو. اشتقنا لك. انا كمان. كيفك اليوم؟ منيح. ماشي الحال؟ كنت عم تقرا معنا من اعمال الرسل 17؟ نعم. طب بتحب تخبرنا شيء تعلمته من هيدي القراءه يا كريستوفر؟ شيء صار مع بولس لما كان بمدينه اثينا، او يمكن كريستوفر هيك عم بيتصل لانه محمس بده يشارك بابطال الكتاب. اذا بدك كريستوفر فيك تختار رقم. بركه الله. بركه الله. بركه الرب. امين يا كريستوفر. اي رقم هلا رح تختار معنا اليوم؟ 15. نعم. والسؤال رقم 15 بيقول هل كان بيت يوستوس ملاصقا للمجمع؟ صح يا ما غلط؟ نعم. نعم. مش بحاجة كريستوفر نمشي له الوقت يا كارن، لأنه جوابه أكيد جواب صحيح، واسمك يا كريستوفر نزل بالبوكال لنهاية الحلقة. وهلأ معنا يا إليه كمان اتصال جديد على الواتساب. ألو. ألو. هاي. هيدي جويا يا كارن. انا جويا. جويا مزبوط. إلي عرفك دغري اول ما قلت الالو. كيفك يا جويا؟ منيحة. اي رقم حتختاري اليوم؟ 9. 9. رقم 9. وسؤالك يا جويا بيقول كثيرون آمنوا بعد حديث بولس في آريوس باغوس، منهم بديك تقولي لي اسم الشخص يلي آمن بين هالناس الأريوباغي، يعني يلي هو من هيدي المدينة. قالي بس الاتصال عم يعمل ريكونكتينج هون على الواتساب. طيب يعني بلكي جويا هلا عم تكون عم تسمعنا يمكن على التيفي. رجع الاتصال. أوكي. جويا عم تسمعيني؟ اوكي. الاحتمالات يا جويا قدامك على الشاشه هن ديونيسيوس، بارتلماوس، فيليبوس، او تيموثاوس الاريوباغي. فكر منيح وبلش وقتك يا جويا.
يعني يا قليل أسامة هيك شوي صعبين وكبار وكتير قدام يعني ما بنسمع منهم هلا. شو يا جويا؟ أنا رح ساعدها لجويا وقلها إنه ما كان اسم مألوف أو كتير بنسمع فيه. ديونيسيوس. الاحتمال الأول جوابا لاريتا، جواب صحيح لجويا، سوري جواب صحيح واسمك نزل بالبوكال. يعني قديه قليل حلو انه نحن نكون عم نقرا بالكتاب المقدس وعن جد هيك نركز على التفاصيل. يعني انا لو عم بقرا وما كتير عم بركز هول الاسامي كان مش معقول اتذكرهم لانهم اسامي صعبين وما كتير هيك بنسمع فيهم. طيب كنت عم بتقول انه بولس كان عم بهيدي الرحله التبشيريه تبعه. بس كمان معنا اتصال يا كارن من صديقتنا ديانا. الو. انا بونسوار. بونسوارين، كيفك يا ديانا؟ انا كثير منيحه وانت كيفك؟ انا منيح نشكر رب. ديانا كنت عم تقري معنا؟ ايه كنت عم بقري معكم. جاهزه للاتصال حتى لو للسؤال حتى لو كان كلمه السر؟ أنا فيانا مش ديانا. فيانا فيانا فيانا، سوري يا فيانا. بتعرفي استشبهت بالصوت بس لأنه سمعت الاسم ديانا قلت معقول يكون عندنا صديقة كمان اسمها ديانا عم تتصل فينا. طيب خليني بس بدي أقول لك يا فيانا هيك نسلم عليك ونقول لك إنه اشتقنا لك، اشتقنا إنك تتصل فينا. وأنا كثير اشتقت لكم وكثير انبسطت إني شفتكم اليوم وقدرت أحكيكم. ونحن كمان يا فيانا، هيك المدرسة منيحة، الامتحانات عم تنجحي فيهم؟ ايه كل شيء منيح. اوكي كثير منيح. طيب يا فيانا يلا بتختاري رقم؟ ايه اكيد. طيب لو قلت لي رقم واحد. والسؤال يا فيانا رقم واحد هو كلمة السر، يعني انا حذرت انك رح تختاري سؤال فيه كلمة السر. هي اسم مؤلف من 5 أحرف وهو اسم الشخص الذي كان يستضيف بولس وسيلة في تسالونيكي. بدي اياك تنتبهي يا فيانا انه اذا هي اسم مش ضروري تكون اسم امرأة، ممكن يكون اسم رجل. اوكي لكن هو مؤلف من 5 أحرف هو اللي استضافه لبولس وسيلة، وانا رح ساعدك واقول لك انه هو اتهموه انه هو كان عنده الاخوه ورجع طلع من السجن بكفاله. يعني بتشوفيها باول اصحاح 17 اذا بدك. فهلا رح نمشي الوقت يا فيانا، واذا بدك فيانا تقولي حرف حرف بس لتتاكدي انه الكلمه اللي عم بتفكري فيها هي الصح. الف هو ثاني حرف بالاسم. نون كمان هو آخر حرف بالاسم. تاء. اوكي صحيح يا فيانا، كملي. ميم خلينا نشوف. اوكي رح نعمل بوز للوقت لانه فيانا بعد عندك بس حرفين. اوكي حرف الميم مش موجود. هلا كارن عاده بتحب تساعد بحرف بس انا رح اعطي مجال لك يا فيانا بعد تفكري. طيب كارن ساعدينا بحرف. اوكي يا علي قبل ما ساعدك بحرف يا علي حاعطي فيانا فرصه بعد تفكر. شو يا فيانا؟ يا اوكي واو. واو ياسون هو الاسم او هو الشخص يلي كان بولس وسيلة عنده لما كانوا بتسالونيكي. برافو يا فيانا، وعن جد بشجع كل اصدقائنا وكارن انا بحمسهم لانه عم يحفظوا اسامي صعبه. انا بقول يمكن بعد الحلقه رح ينسوها بس للحلقه عم يتذكروا الاسم لكلمه السر. وهلا يا لي بس معنا كمان اتصال جديد على الواتساب. الو الو بونسوار. بونسوار مين معنا؟ ستيفن. ستيفن شو عائلتك ستيفن؟ ضو. اوكي كيفك؟
منيح. ستيفن أي رقم حتختار اليوم؟ 13. يلا والسؤال رقم 13 بيقول هل كان بولس الرسول يعمل في صناعة الخيام؟ سلة. فكر فكر يا ستيفن. نعم نعم. اوكي جوابك صحيح لانه الرسول بولس هو كان مبشر يا كارن. هلا هي مش كثير واضحه بالكتاب المقدس بس حلو نعرفها اصدقائي انه صحيح انه الرسول بولس. معنا اتصال من سوريا. لا بس ما اخذت الورقه منه. اوكي اوكي يعني حطيت الورقه بالبقال. رح ناخذ اتصال من سوريا من صديقنا روبير لما نطول عليه. الو الو مساء الخير يا روبير. مساء النور. كيفك اليوم؟ نشكر. وكيف نحن منيح نشكر الرب. وكيفه مجد؟ مش. روبير اي رقم رح تختار معنا اليوم؟ عندك من 2 ل 24 يا روبير. 2 2 والسؤال رقم 2 بيقول قال الرجال الأشرار أن ياسون والإخوة المؤمنين يقولون أن هناك ملك آخر هو بك. تحط الجواب الصح بولس سيلا يسوع أو يوحنا المعمدان وبلش وقتك. هناك ملك آخر هو يسوع. يسوع الاحتمال الثالث يلي هو الجواب الصحيح. برافو يا روبير اسمك نزل بالبقال. كمان اتصال جديد من خلال الواتس أب. ألو ألو مساء الخير. مساء الخير. مين عم يحكينا؟ فايد. فايد كيفك يا فايد؟ فايد أي رقم رح تختار معنا اليوم؟ 14. والسؤال رقم 14 يا فايد بيقول بولس انتقل ليقيم في بيت رجل اسمه فراس يونس يوستس او يوحنا. فكر منيح يا فايد. يوستس يعني الاحتمال الثالث. جوابك صحيح يا فايد واسمك بده ينزل بالبقال لنهايه الحلقه. خليك عم بتتابعنا. كارن كنت عم اقول معلومه كثير مهمه لازم نعرفها قبل ما تقول لي معلومه كثير مهمه هيك خليها وفكر فيها اكثر حتى وقت قلنا اياها تكون مهمه لانه عنا اتصال على الواتساب. الو 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 بونسوار. بونسوار مين معنا؟ ستيفاني داو. ستيفاني داو كيفك يا ستيفاني؟ منيحة. قديش عمرك؟ عمري 7 سنين. اوكي اي رقم حتختاري اليوم؟ 10. والسؤال يا ستيفاني رقم 10 هو كلمة السر. كلمة السر هي اسم لامرأة مؤلف من 5 أحرف وهو مذكور في نهاية الإصحاح 17 اسم أحد النساء المؤمنات في أثينا. فكر منيح يا ستيفاني. هن 5 أحرف هي اسم إحدى النساء المؤمنات في أثينا. تقدر تعطيني إياهن حرف حرف وراح نبلش الوقت هلأ يا ستيفاني. ميم. ميم حرف الميم. صحيح. فإذا حرف الميم هو الحرف الثالث. حاء. حاء حرف الحاء. حرف الحاء يا ستيفاني منه موجود.
فكري بالأحرف يلي أكتر شيء موجودة بالكلمات. بدنا ننتبه للوقت يا ستيفاني. سوري ما سمعت. ياء. ياء. أوكي حرف الياء. رح نعمل بوز للوقت. ستيفاني بديك تنتبهي لأنه نحن بنعطي ثلاث محاولات خاطئة. فهلأ بدك تفكري أكثر باسم هيدي الامرأة. تعطيني بعد حرف بس انتبهي أنه ما تعطيني الحرف الخاطئ. راء. راء. صحيح حرف الراء موجود. بلشت تهون شوي. هو اسم صعب أنا بعترف أنه هو اسم صعب. يعني اللي وقت قلت لنا اسم صعب ساعدتنا. شو يا ستيفاني؟ ميم. سوري ما سمعت. سين. 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 أوكي حرف السين كمان موجود. بعد عندك أول حرفين بس يا ستيفاني. مرس. شو معقول يكونوا أول حرفين؟ ستيفاني نحن عملنا بوز للوقت. تاء. سوري ما سمعت. تاء. فاء او تاء. يا ما فاء. حرف الفاء او التاء يا ستيفاني هو الحرف الخاطئ لانه الاسم هو دامرس. اسم الامراه دامرس. كمان بدنا هيك ما تزعلي يا ستيفاني اكيد رجعي اتصلي فينا ري اكثر بكتاب مقدس فاكيد رح تكوني عم تعطينا اجابه صحيحه. ومعنا يا الي اتصال جديد من سوريا. الو. الو. هاي يا مجد. هاي. كيفك؟ مش كيف كان انتو؟ نحن كثير منيح نشكر رب. مجد نحن مش حابين كثير نطول عليك على التليفون بس لتقدر تشارك بابطال الكتاب. فشو رايك تختار رقم؟ ايه. اوكي. 17. والسؤال يا مجد رقم 17 بيقول ماذا كانت وظيفة كريسبوس الذي آمن بالرب يسوع؟ هل كان رئيس الوزراء أو رئيس الجيش؟ أو رئيس التجار أو رئيس المجد؟ ما سمعت شو قلت لي؟ شو قلت لي يا مجد؟ رئيس المجمع. الاتصال ضعيف يا كارن من سوريا. مجد رئيس المجمع صحيح. واسمك كمان نزل بالبوكال مع اسامي اصدقائنا روبير وكل اصدقائنا يلي اتصلوا من بدايه الحلقه. بدي شجع اصدقاء جداد يتصلوا فينا اليوم بالحلقات الجايه لحتى نتعرف عليكم اكثر وكمان نعرف شو عم تتعلموا معنا من ابطال الكتاب. وهلا معنا اتصال جديد على الواتساب. الو. الو. بونسوار. بونسوار. معنا وميد مش هيك؟ ايه. كيفك وميد؟ كيفك يا وميد؟ منيح. أي رقم حتختار؟ سبعة. سبعة. ويا وميد سؤال رقم سبعة بيقول قال بولس أنه لا يجب أن نظن أن الله شبيه ذهب أو فضة أو حجر نقش من صنع الإنسان. هل هذا الشيء صحيح؟ قاله بولس نعم. نعم أم كلا؟ نعم. من دون ما نبلش الوقت وميد عطانا الإجابة الصحيحة. برافو يا وميد واسمك نزل بالبوكال لنهاية الحلقة. خليك عم تتابعنا. وكمان يا إلي معنا اتصال جديد. ألو. 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 بونسوار. بونسوار. معنا جيمي. معنا جيمي. أنا هيك بقول. كيفك يا جيمي؟ ميه. شو بقى صوتك تعبان مبين؟ لا لا. اوكي شوف العصافير عم ما سمعت.
عم بشوف العصافير عم بقوصو. آه عم بتشوف العصافير عم بقوصو؟ ايه اوكي حرام. ما سمعنا. حرام. الهيئة يا جيمي انت ساكن بمحل فيه كتير شجر وخضار وعصافير وعم بتشوف شي صياد عم يتصيد عصافير. اكيد حرام عن جد حرام. خاصة بهيدا الوقت يا كارن من السنة حرام انه نتصيد عصافير. طيب يا جيمي كمان جيمي هيك حاسس كمان انه حرام نتصيد العصافير. اي رقم يا جيمي؟ اي رقم رح تختار معنا اليوم يا جيمي؟ سيس. رقم ستة. والسؤال يا جيمي هو بولس قال أن إلهه لا يخدم بأيدي بشرية كأنه محتاج شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. هل هذا الشيء صحيح؟ نعم أم كلا؟ فكر كتير منيح يا جيمي وبلش وقتك. نعم. نعم وجوابك صحيح ونزل بالبوكال لنهاية الحلقة يا جيمي. خليك عم تتابعنا. طيب اللي نحن كنا بالوقت يلي انت كنت عم تخبرنا فيه انه بولس كان عم ببشر وعم بيروح من منطقة لمنطقة يبشر وكان في عليه اضطهاد، يعني كان في عالم هيك عم تغضب لانه هو عم بيحكي عن الرب يسوع وعم ببشر انه يسوع هو الطريق والحق والحياة. امين يا كارم. بس معنا اتصال جديد من مصر. الو. والاتصال انقطع. صدق يا كارن أنا اشتقت أنه نسمع صوت أصدقائنا من مصر ويشاركوا معنا. هلأ معنا كمان اتصال من مصر. ألو. ألو مساء الخير. ألو. ألو مساء الخير. مين عم يحكينا؟ النور. نور. مساء النور. مساء النور. مساء النور. مين معنا؟ مريان. أوكي. مريان أي رقم رح تختاره معنا اليوم؟ عندك الأرقام الزرق أو البيض يا مريان؟ ثلاثة. والسؤال رقم ثلاثة بقول ما هو اسم المكان الذي ذهب إليه بولس مع الفلاسفة في أثينا؟ أوكي بدك تحطي الجواب الصح. بافوس بافوس، أريوس باغوس، كوبروس أو كورنثوس. نمرة اثنين يعني أريوس باغوس. جواب مريان جواب صحيح واسمك يا مريان بدي ينزل بالبوكال لنهاية الحلقة. خليك عم تتابعينا كارن. إيه؟ بدي بس اقول لك شغله كثير مهمه انه بولس من خلال تبشيره والرحله اللي كان عم يعملها هو كان يشتغل مزبوط. اوكي كان يصنع خيام، يعني من قبل كانوا كثير يسكنوا بخيام ويتنقلوا بالبريه، فبولس كانت مهنته صنع خيام مثل اكيلا وبريسكيلا يلي التقى فيهم بكورنثوس. هول الاسمان يا الي لازم نحفظهم كثير لانه في اسئله عليهم هيك صح. اصدقائنا بيعرفوا. بتعرف فينا نتعلم كمان شيء كثير حلو من انه بولس كان يحكي عن الرب، وبنقرا يا الي انه بولس كان يسافر يروح من منطقه لمنطقه بس بذات الوقت كان يشتغل. بس الحلو ببولس انه كان هو يحب الرب يسوع، فكان وين ما يروح بأي منطقة كان يكون فيها كان يحكي عن الرب ويخبرهم كيف الرب غير له حياته ومين هو الرب. وهذا هو الشيء يلي صار معه لبولس بمدينة أثينا. بس معنا اتصال من خلال الواتس أب. ألو. ألو مساء الخير. ألو مين عم يحكينا؟ النور. سوري ما سمعت الاسم، ممكن تعيدي لنا الاسم ببطء لافهمه؟ رشا سهل ضرور. رشا الاسم؟ اوكي رشا بدنا نطلب منك توطي صوت التيفي. اه إليه. تسمعينا من التليفون. معقول عم بتقول رشا من الاردن صح؟ ايه
مزبوط يا رشا. رشا من فلسطين. من فلسطين. أوكي يا رشا، هلا عم نسمعك بوضوح، أي رقم رح تختاري معنا اليوم؟ أنا مش ولد. لا رشا مش ولد. أوكي. طيب معنى رشا أو رجا؟ رجا. رجا. رجا من فلسطين. أوكي يا رجا، أنا هلأ عم بسمعك بوضوح، هلأ الأرقام قدامك على الشاشة لحتى تختار معنى رقم. وكتير فرحنا باتصالك يا رجا من فلسطين، أي رقم رح تختار معنا؟ تمانية. تمانية. والسؤال يا رجا رقم 8 بيقول: كيف كانت ردة فعل بعض الشعب عندما تكلم بولس عن القيامة من الأموات؟ هل كانوا مستهزئين، غاضبين، فرحين أو مؤمنين؟ فكر منيح يا رجا. أوكي رجا بعد ما بلشنا الوقت. يلا بس مستهزئين يعني واحد. اوكي قد ايه بنفرح يا كرم باصدقائنا يلي هالقد عندهم حماس ومشجعين لحتى يشاركوا معنا بابطال الكتاب مثل جيمي ورجا وصديقنا يوسف يلي قلنا فتره ما سمعنا صوته. انا يا كرم بدي خصص رساله لأصدقائنا من مصر، بدي أقول لكم إنه اشتقنا لكم وحشتونا وحابين نسمع أصواتكم ونسمع اتصالاتكم معنا بالحلقة عن جديد من خلال الواتساب أو الرقم الأرضي. وهلا معنا اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ بونسوار. بونسواري. كيفك يا مهند؟ منيح، كيفك أنت كرن؟ أنا كتير منيحة. أي رقم مهند حتختار؟ 12. 12. والسؤال يا مهند رقم 12 هو كلمة السر. اليوم يا كارن كتار أسئلة كلمة السر. لاحظت يعني أنه أنت عم تسأل دائما لما أنت السؤال تيجي كلمة السر. طيب مهند، السؤال الاسم شوي سهل، هو اسم مؤلف من 5 أحرف وهو لرجل كان قادما من إيطاليا والتقى ببولس في كورنثوس. شو كان اسم هيدا الرجل؟ فكر منيح، تقدر تعطيني اياهم حرف حرف ورح نبلش الوقت. ألف. ألف. حرف الألف موجود مرتين باسم هيدا الرجل. شو كمان يا مهند؟ ف. ف. أوكي. حرف الفاء منه موجود. أنا رح ساعدك وقل لك إنه زوجته كانت بريسكيلا. س. س. سين يعني قصدك؟ لا بس لحظة، إلي عم بقول لك إنه زوجته كانت هيك اسمها. إيه زوجته اسمها بريسكيلا. فإذا مهند بدي اياك تنتبه قبل ما تعطيني حرف، رح نعمل بوز للوقت، اوكي؟ وبعد عندك بس يمكن حرف واحد تقدر تعطيني اياه خاطئ، ففكر منيح، تذكر اسم هيدا الشخص. شو يا مهند؟ بدنا اصدقائنا كمان ينتبهوا لموضوع الوقت بكلمة السر. طب خلينا نجرب مهند، ممكن تجرب تعطيني حرف اذا بحال ما انك ذاكر الاسم هيك اذا بق. ما سمعت ب ب والحرف الباء هو خاطئ لانه الاسم هو اكلا ومرق معنا اليوم اكثر من مره بالحلقه يا مهند اسم هو اكلا. انا بدي شجع اصدقائنا، يمكن اليوم كلمه السر اصدقائنا مش دغري عم يحذروا الاسم، بس بدي شجع اصدقائنا كلهم يقروا كثير منيح بالكتاب المقدس وينتبهوا على الاسامي المدن الاشخاص لانه هاو هن الاسامي او الاسئله يلي رح تكون منهم كلمه السر.
اوكي يا الي، لكن كنا عم نقول انه بولس كان عم يضطهد، اوكي، وكان عم يقطع يعني كان كل ما يحكي عن الرب يسوع كانوا الاشخاص هيك عم ينزعجوا منه وما عم يقبلوا الرساله اللي عم بيحكيها، لدرجه انه نشوف بالمنطقه يلي كان وقتها بولس كان عم يحكي فيها هو وسيله عن الرب يسوع، العالم كثير غضبت، اوكي، وكثير ما قبلت الرساله يلي كانوا عم بيحكوا يلي كان بولس عم بيحكيها، وهذا الشيء بنقدر نقريه باعمال الرسل الاصحاح 17 من اول ايه للايه رقم 9، وقت راحوا واخذوا ياسون يلي هو كان شخص كمان واقف معهم لبولس وسيله، وكمان هيك مثل غضبه لانه كان واقف معهم وكان هو مستقبلهم لبولس وسيله. صحيح يا كارن، ومثل ما شفنا انه بولس عم ينتقل من مدينه لمدينه ومن منطقه لمنطقه، وصل على مدينه اسمها اثينا، هيدي المدينه بعدها موجوده اليوم وهي موجوده باليونان. يا كارن بدي بس اتاكد شو صار معنا هون على الواتساب. اوكي، عم جرب ناخذ اتصال من صديق عم يتصل فينا. الو الو، مساء الخير. مساء النور. الو، اوكي، مين عم يحكينا؟ مساء النور، مين عم يحكينا؟ نوح. نوح، اهلا وسهلا فيك يا نوح. اي رقم رح تختار معنا اليوم يا نوح؟ أربعة. والسؤال رقم أربعة يا نوح بيقول: بولس عندما كان يجتاز ويرى الآلهة التي كان يعبدها أو التي كانوا يعبدونها في أثينا، رأى مذبحا، بديك تقلي لأي إله؟ لإله محمول، لإله مشغول، لإله أكول، أو لإله مجهول؟ فكر منيح يا نوح وبلش وقتك. أقول سؤال. أوكي، بعدنا مبلشين هلأ. سوري ما سمعت سؤالك. شو قلت لي يا نوح؟ الجواب الثالث. الثالث؟ يعني لإله أكول؟ نوح، بس إذا بدك تطلع تطلع على الشاشة هيك، شوف شوف الاحتمالات، شوف الاحتمالات، طلع على الشاشة هيك، شوف الاحتمالات. عندك لإله محمول، لإله مشغول، شوف الاحتمالات، لإله أكول أو لإله مجهول. محمول، محمول، يعني الاحتمال الأول. جوابك يا نوح جواب خاطئ، لأنه الجواب الصحيح هو لإله مجهول. أوكي، لإله مجهول، كانوا كاتبين عنوان تحت هيدا الإله وكاتبين لإله مجهول. ما بأثر يا نوح، بشجعك أنه ترجع تتصل فينا بحلقات جاية وتكون أكيد عم تجاوب صح مثل ما على طول بتعمل. وهلأ يا قليل رح نتوقف مع بريك صغير. بعد الموسم الأول والموسم الثاني برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مدرستي. الموسم الثالث تبلش. Write the number، يعني اكتب الرقم. تعرفوا شو أجمل لغة عندي؟ The English language. I will learn, I will learn, I will learn. تعلمت الحروف ورسمت الأشكال. Dans la semaine, il y a sept jours. وصنفوا الكلمات التالية. إذا أنا طعميت تفاحة لصديقنا، أخذت تفاحة. وهالموسم في دروس باللغة الفرنسية كمان. Bonjour mes amis. Vous allez bien؟ فقرات تعليمية مسلية بتفيدكم بحياتكم اليومية. فيكن تتواصلوا مع كل المعلمات عبر صفحة مدرستي على الفيسبوك. مدرستي بتشاهدوها على 7 Kids بالأوقات التالية.
نفسك تكون مكان واحد صاحبك؟ مش منطقية شوية. كل مرة بنعمل حاجة كويسة ربنا بيعمل إيه؟ بيبني حتة فينا. مثلا عملت لك حاجة حلوة المفروض تقول لي إيه؟ كل خالص. برافو عليك. بس وإحنا لما يكون عندنا خطية بنبقى عاملين كده، بننزل كده تحت، مبنبقاش فرحانين وبنبقى زعلانين. شعور صعب، أنا مش لوحدي. عمري أبدا 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 ما ربنا هيسيبني لوحدي. نغلط ونتوسخ بالخطية، ده يعلمنا ان احنا نروح لربنا ونطلب منه ان هو اللي يحلها. انت كمان لازم تخلي بالك، الخطية بتخلي قلبنا مش نظيف، كأن حاجة بيضة وجات فيها بقعة سودة، فمش لازم نخليها، لازم تنضف على طول. لو احنا اولاد ربنا بجد يبان علينا في تصرفاتنا، في طريقة كلامنا، في طريقة لبسنا، في ازاي بنتكلم، ازاي بنهرج، ازاي بنتضايق. ومنرجع معكم أصدقائنا من بعد هيدا البريك، ومعنا اتصال من صديقتنا ساندرا من فلسطين. ألو. ألو. مساء الخير يا ساندرا. ألو. ألو مساء الخير يا ساندرا. عم تسمعينا؟ كيفك اليوم؟ كيف. أوكي يا ساندرا، أي رقم رح تختاري معنا؟ بعد عنا أرقام قليلة لونها أزرق أو أبيض. خمسة. والسؤال رقم خمسة يا ساندرا بيقول: بولس قال أن الإله المجهول الذي ينادي به هو خالق العالم، هل هذا الشيء قاله بولس نعم أم كلا يا ساندرا؟ وبلش وقتك. نعم. وجوابك يا ساندرا جواب صحيح، واسمك اكيد نزل بالبوكال مع اسامي اصدقائنا. بدي اقول لاصدقائنا يا كارن انه بعد في وقت قليل وبعد في شويه اسئله بتقدروا تتصلوا فينا وتشاركوا معنا بعد اليوم بحلقتنا. طيب لكن قليل نحن وصلنا انه بولس وصل على اثينا، على اثينا، ووقت فات على هيدي المدينه لقى انه المدينه كان فيها كثير اصنام. صح. فبولس هيك مكتوب انه احتدت روحه، يعني حس انه في شيء ما انه صح بقلب هيدي المدينه، مثل كانه روح القدس زعل هيك جواته. والسبب كان يا كارن لانه كل هالناس يلي كانوا ساكنين باثينا ما كانوا بيعرفوا عن الله. صح. فكانوا مثل ما عم بيقول انه كان في الهه كثير، وكل اله له اسم، مثلا اله الشمس كانوا يفكروا انه الشمس هي اله. صح. اوكي، اله القمر يفكروا انه القمر كمان هو اله يا كارن، لانه يشوفوه يمكن كوكب بعيد. معنا اتصال. معنا اتصال. أوكي. يعني الو. الو. هاي ميا. هاي، كيفك؟ منيحه. ميا اي رقم حتختاري؟ رقم تمنتعش. والسؤال يا ميا بيقول: هل آمن كريسبوس رئيس المجمع وحده فقط بدون أهل بيته؟ نعم أم كلا؟ إذا قلتي لي نعم بيكون آمن وحده، إذا كلا يعني آمن بيته معه. فكري منيح يا ميا وبلش وقتك. شو رأيك يا ميا؟ نعم. نعم. آمن وحده؟ نعم. والجواب يا ميا جواب خاطئ، لأنه كريسبوس بس آمن هو وأهل بيته. فأنا بدي شجعك لأسبوع الجاي وللحلقات الجاية تتصل فينا يا ميا وتكون قريت كتير منيح بالكتاب المقدس وتعطينا جواب صحيح مثل ما على طول بتعمله.
اوكي يا اليميا، كان اخر اتصال لنا بهيدي الحلقه، واكيد ما نقول لاصدقائنا اللي كانوا عم يتصلوا فينا على واتساب وما علق الاتصال، بنشجعهم انه يرجعوا يتصلوا فينا، وهيك باسم يسوع يا قليل الكونكشن تتحسن ونكون قادرين نحكي مع كل اصدقائنا. امين يا كريم. عم بفهم منك هلا حين الوقت نشوف مين الرابح او الرابحه معنا. يلا اوكي، انا رح كون عم بخلط. بدك يا قليل انا اخلط؟ حاسس دوري مكسر. ايه مزبوط. مكسر مش مكسر تبع الصوت، مكسر يلي هو الخلاط. اوكي، فانا لما يجي وقت الجائزه دوري بابطال الكتاب هو مكسر، بس لازم يكون في كبسه يلي اون واوف. اوكي جربي كارن. اون اوف. اوكي يلا. اوكي يا الي، انا دائما بخبي الورقه اصدقائنا لانه الي بشاري بيطلع. انا رح جرب اقول فلسطين لانه اليوم كان معنا اتصالين من فلسطين. لا مش مزبوط. لا لبنان؟ لا مصر؟ صح الي مثل اسمات البلاد كلها. ثالث احتمال في سوريا بعد. مزبوط. اوكي موريان، يا موريان انت الرابحه معنا اليوم بالجائزه الاسبوعيه، الف مبروك جائزتك، خلينا نشوف شو ربحتي معنا. مبروك لبطل جديد من أبطال الكتاب، والهدية هي سولار سيستم كيت أو لعبة النظام الشمسي وتلوين الكواكب. مبروك يا موريان، نحن فرحنا أنك ربحت معنا، وإليه وأصدقائنا لازم نتذكر لحلقة خميس الجاي رح نكون عم نقرأ من أعمال الرسل. صح؟ صحيح. هذا الشيء ما لازم ننسيه. بعد ما غيرنا بعدنا بأعمال الرسل 100% من أعمال الرسل إصحاح 18. يعني أصدقائنا هيك هو إصحاح واحد، ركزوا كتير منيح أنتوا عم تقروه، لأنه يا قليل مثل ما عم نشوف الأسئلة شوي عم بتكون صعبة، فلازم ركز منيح على أنا هون بدي أعطي نصيحة يا كارن لإلك ولإلي ولكل أصدقائنا. أوكي. لحتى لأسبوع الجاي بأعمال الرسل إصحاح 18 بدنا إياكم تقروا كتير منيح، ولأنه عم بيكون عنا كتير أسئلة خلال الحلقة، أنا بدي شجعكم أصدقائي أنه لما تتصلوا فينا كمان تخبرونا وتشاركونا أنتو شو عم تتعلموا من القراءة يلي عم تقروها معنا. أوكي؟ فإذن أسبوع الجاي رح يكون بولس بمدينة كورنثوس. أوكي؟ ورح يكون في جزء من الإصحاح مع أكيلا وبريسكيلا بالقصة وأبولوس، فبدنا إياكم تقروا كتير منيح وتخبرونا شو تعلمتوا، وأنا واثق أنه إذا لما تقروا كتير منيح كل إجاباتكم رح تكون سريعة وصحيحة. طيب إلي بس هيك خلينا نقول الآية يلي كنا ما نتشارك عنا أنا وإلي اليوم بالحلقة يلي هي بالإصحاح 17 الآية رقم 30. صح. كتير حلوة وإلي كتير بحبها، فلح قله هو يكون عم بيقريها. هون يا كارن قبل الآية كان عم يشرح بولس لكل الناس الموجودين بهيدي المدينة عن الله لأنه ما كانوا بيعرفوه، فالنتيجة. صح. والخلاصة لحديثه كانت كتير مهمة، وهي مهمة لقلهم ولقلنا اليوم. بتقول الآية الله الآن يأمر جميع الناس، يعني حتى فينا نعتبرها هلأ. صح. في كل مكان أن يتوبوا، فكل مين عم يحضرنا اسمعوا هيدي الآية وخدوها شخصية لألكن. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، يعني مستعد ينسى كل الوقت يا كارن يلي نحنا ما كنا بنعرفه وكنا عم نخطئ ونغلط بحياتنا. ليش؟ لأنه أقام فيه يوما، لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل. اليوم الرب فاتح الباب، باب شو؟ باب الرحمة، وباب إنه يقبلنا، وكل مين بيجي لعند الرب يسوع بيقول لا أخرجه خارجا، ولكن رح يجي وقت رح يكون الرب يسوع هو الديان. فمشان هيك يا ريت كلنا، كل يلي عم يحضرنا إذا أنتوا كبار أو كنتوا صغار، كلكن تاخدوا هيدي الآية بطريقة شخصية. إصحاح 17 الآية رقم 30، اقروها كتير منيح، ومنشوفكن أسبوع الجاي بحلقة جديدة. باي.